محاولة لسرقة قميص كريستيانو، صلاح في ضيافة مادام توسو، وفي المدرجات طلب للزواج يتحول لسخرية. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. في خضم فرحة الفوز الذي حققه يونايتد أمام أتلانتا، تفاجأ المشاهدون عبر شاشة التلفاز بشخص يركض داخل الملعب ومتجه نحو كريستيانو الذي كان يبتسم للكاميرا، قبل أن يتفاجأ رونالدو هو الآخر بالمشجع الذي جذب قميص النجم البرتغالي قبل أن تجذبه أيادي عناصر الأمن في موقف طريف. قميص آخر صنع الحدث لكنه يخص فريق تشيلسي، هو إصدار خاص من النادي بعد فوزه بدور أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكن هذا القميص أثار غضب مشجعي النادي بسبب سعره الذي اعتبره البعض مبالغا فيه، وبلغ سعر القميص نحو 200 جنيه استرليني، لكن ورغم انزعاج البعض إلا أن النادي أعلن أن الإصدار الخاص شهد إقبالا كبيرا من طرف المشجعين حول العالم. تفاجأ المصري محمد صلاح بتمثال شمعي له في متحف مدام توسو في العاصمة الإنجليزية لندن، وأصبح صلاح أحدث المشاهير الذين انضموا إلى المتحف، وبدا مو مندهشا بسبب الشبه الكبير بينه وبين التمثال، وتساءل مازحا إن كان يملك عضلات مثله، كما دقق اللاعب الريدز في تفاصيل التمثال بما فيها تسريحة شعره الشهيرة. وفي الدوري الأمريكي لم يفوت نادي لوس أنجلوس جالاكسي الفرصة للسخرية من أحد مشجعي فريق هيوستن دينامو، حيث نشر لوس أنجلوس فيديو على تويتر التقطه أحد الجماهير في المدرجات يبرز مشجعاً لنادي هيوستن وهو يطلب يد صديقته للزواج، وقبل أن يتلقى الإجابة أفسد فريق جالاكسي الفرحة بتسجيله الهدف الثالث في شباك فريقه دينامو.